اسمع يا فريال يا فراويلة، أنا ما عنديش استعداد أشوه صورة أبويا بعد 7-8 سنين، وما عنديش استعداد كمان أتهم أي حد من سرقنا، وأنا مش عارف إن كان سرقنا ولا لأ. المال تجيبه الريح وتاخده الهوايل. طب اديني التذكرة وبعدين أشوف لك الفلوس. خفيف، ضحكتني. أو ممكن تبقى مونولوجيست. كل الغرض منكو يا ستة، يا سلام، والمشكلات كلها منكو. لا أنا حاجة تانية، أنا معيد يا معلم، معيد ثانوية عامة، يعني واخد عليها وهي واخدة عليا. في ايه؟ بتبصولي كده ليه؟ الله، غريبة ولا ايه؟ أمر الله، راحت عليك الحلاوة كده. ده بقى الفتوة بتاع ناس الغلابة، الفتوة الكبير قوي ده، مصير الأخوياء وهادم الضعفاء. من تمسك به نجا وحلق في السماء العالية، ومن تخلى عنه ضاع وراح في 60,000 داهية.